محافظ على لهجته وقاعد يحاول يسوقها في العالم العربي عبر وكل لاعب تونسي. شو اسمه لطفي بوشناق اجتهد في الاتجاه هذا، ثم احنا نشوف احنا كسالى جدا، ثم بصراحه الفنان التونسي ما عندوش الدعم المطلوب باش يجتاح العالم العربي كما عمل الفنان المصري. علاش تحكينا المره الاخرى على ضروره ارساء صناعه للمنتوج الثقافي باش نروجوا ثقافتنا التونسيه. نغيروا شويه الاجواء باش نمشيو نحكيوا على قانون الحقيقه، مشكله فيه قانون ذي نتاع الاستهلاك، مشكله الاستهلاك بركه والقانون ذي، ما باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع راغب الزواري ممثل على محامون بلا حدود في بوان جمعيتي. بوان جمعيتي شمس فيمو جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي يقدموا لكم بوان جمعيتي. في بوان جمعيتي سعادة باستقبال راغب الزواري ممثل على محامون بلا حدود. سي راغب مرحبا. مرحبا بك، عاشك. شنو حوالك سيدي؟ عاشك وانت شنو حوالك؟ الحمد لله. نتصور ماكش لاباس برشا بحكم تسمع في ايقافات في تونس كما الايقاف اللي صار للفنان الرابور، تنرجعوا له باكثر تفاصيل، لكن للناس اللي ما تعرفش محامون بلا حدود او ممكن يقتصروا على الاسم كها ويقول لك هذوما مجموعه محامين، اش تعمل محامون بلا حدود كمنظمه كجمعيه؟ شو نشاطها؟ وين نشاطها بالضبط؟ فاش لعبات نجم تستحقها كجمعيه؟ والله قبل كل شيء حبيت نصح راغب الزواوي مش راغب الزواري. سامحني سيدي، راغب الزواوي. سامح. ونحب هذا نشكركم لاهتمامكم بهذا الموضوع في ظرف حساس، خاصة نظرا لأزمة الكورونا. دونك ما هي منظمة محامون بلا حدود؟ هي منظمة تم بعثها سنة 1992 من قبل عدة شخصيات حقوقية ومحامين وعمداء أوروبيين في بلجيكيا. المنظمة هذه تواصل عملها إذا على عدة سنوات ولات مختصة خاصة في مراقبة سير العدالة، مراقبة المحاكمات وفي الإعانة العدلية. انتشر وجودها لقارب 28 دولة متفرقة على عدة قارات في إفريقيا، مثلا في أوغندا، إفريقيا الوسطى، المغرب، تونس إلى آخره. في تونس إذا نفس الاهتمام فيما يتعلق بمراقبة المحاكمات والإعانة العدلية. وتم بعض تسخير معناها؟ لا مش تسخير، هو تسخير كما نعرفه تهم الجنايات. دونك بالنسبة للجناح العباد اللي ما عندهاش ما تفلوس باش تعين محامي، نجموا يتصلوا بمحامين بلا حدود باش يعينوا لهم محامي، طبعا في قدر الامكان نظرا لقلة الامكانيات اللوجستية والمالية ما نجموش نوبوا الناس الكل. معناها نفهم كلامك سي راغب، اللي العائلات اللي يمكن ما عندهاش الامكانية باش يكون عندها محامي، الجمعية اليوم أو المنظمة حاطة على ذمتهم مجموعة من المحامين موجودين في تونس الكل وينجموا ينوبوه، هكا كان فهمت بالصحيح؟ تقريبا صحيح. هو من 2012 من اللي تواجدت محامين بلا حدود في تونس بدأت الإعانة العدلية تدريجيا بتوسيع مجالها. اللي ما عندوش محامي يحاول يتصل محامين بلا حدود في قدر الإمكان، من عينوا له محامي، نحن من نتلاقوا بالتكاليف هذه، وذلك لضمان المحاكمة العادلة اللي هو هدفنا الأول والأخير. أنتم على حد علمي تخدموش كان فقط على المسألة هذه، تخدموا على الإيقاف التحفظي، على نشر فلسفة، نشر بنا ثقافة قانونية عند المواطن التونسي باش يعرف حقوقه وين وواجباته وين زاد يظهر لك كمنظمة. ياسر فما فولي جانب تحسيسي يحاول في وعي المواطن التونسي كسوسوا حقوقه وحق التقاضي في الماده المدنيه ولا في الماده الجزائيه، كذلك فيما يخص العنف المسلط على المراه، بالنسبه للعداله الانتقاليه، الحقوق والحريات الفرديه الى اخره. ومن بين هذه دونك سيبولي لا نلقاو القانون عدد 52 في جانبه المتعلق بالاستهلاك فقط كما اشرت انت لذلك، يحتل مكانه هامه في مجال تدخلنا. لكن اسمح لي قبل ذلك نوضح ان منظمه محامون بلا حدود كما بقيه منظمات المجتمع المدني لا تشجع على استهلاك المخدرات، بل على عكس ذلك تدعو لعدم استهلاكها ولمقاطعتها نظرا
سلبيات على صحة الإنسان وعلى المجتمع وإلى غيره. تلامية المخدرات بصفة عامة، ما نحكي كي نحكي مثلا الاستهلاك القنب الهندي في تونس، ما نعرفش فين محطوط في الجدول نتاع المواد السامة، في بالي ماهوش مصنف. لا لا هو مصنف، ثم الجدول بي اللي فيه مادة البطلة اللي هي الأكثر تداولا في الاستهلاك. كيف المواد الكحولية راهو مصنف في بالي هكا؟ لا لا قانونا ماهوش مصنف كما تقريبا تقريبا. لا لا هو فما كما تعرف مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات، استهلاك هذه الماده مجرم يعاقب عليه القانون، بينما استهلاك الكحول لا. يعني انتم كمنظمه ما تدعيوش الى تقنين استهلاك تقنين الاستهلاك كما في بلدان اخرى. هو مبدئيا باش نكونوا عقلانيين، نحن ندعو اولا وبصفه رئيسيه لالغاء العقوبه السجنيه السلبه للحريه. لانه هذه الظاهره هي قبل كل شيء ظاهره تمس جميع مجتمعات العالم. الشاب التونسي في المخيال نتاعو هو كي يستهلك لا يختلف وليس اقل قيمه من الشاب الهولندي اللي عنده حق يستهلك علنا وعلى الطريق العام. نحن واقعيين نبيه أولا بإلغاء عقوبة السلب الحرية. وعلى مر السنوات كما تعرف المجتمع والمجتمعات ككل نجم تتطور بصفة تدريجية. وعلى فكرة ثم بشرة تنقيح وقتها في مسألة العقوبة السلبة للحريات. هو نرجع شوية في الاستوريك وهذا يفرض علينا نحكيه شوية في السياسة لو أنه مش موضوعنا. هو عدة أحزاب سياسية في انتخابات 2014 جعلت من مشروع إلغاء عقوبة سجنية من بين وعودة انتخابية. وكان فما مشروع قانون تم حتى تداوله رئيس الجمهورية وقت البيجي قايد سبسي في العهد ذاك. صحيح كان من وعود نتاعو. للأسف هذا المشروع عرف معارضة داخل مجلس النواب، معارضة كانت بالأساس سياسية ولكن إلى جانب ذلك مالية. برشا مؤسسات من الدولة ورجال سياسة اعتبروا أن الدولة التونسية ليست لها الإمكانيات المالية الكافية لتمرير هذا المشروع وتطبيقه، فاكتفى الائتلاف الحاكم في ذلك الوقت أي 25 أو 24 أبريل 2017 بتمرير تنقيح صغير وصغير جدا سامبل اماندمون تمثل في اضافه اصل الغاء الفصل 12 اي هو تمثل في الغاء الفصل 12 واضافه فصل اخر يعطي الامكانيه للقاضي كي يطبق ظروف التخفيف. هي ظروف التخفيف سي ان كريتير سوبجيكتيف يتعلق ب شخص المتهم وللقاضي كامل الصلاحيات وكامل معناتها لو جوجمون بوغ ديسيدي. السلطه التقديريه تقعد للقاضي طبعا كذلك، وهذا في حد ذاته مشكل لانه تنجم التطبيقات تختلف من ولايه لاخرى من محكمه الى اخرى للقاضي الى اخره. يعني باش يعرفوا الناس راهو تنقيح الفصل القانون هو القانون نتاع 92 متعلق بالمخدرات وقانون 52 راهو ما صارش، يعني راهي العقوبه السجنيه ما زالت موجوده لمستهلكي المخدرات ومستهلكي الزطله. هو نمشيو بمنهجيه واضحه باش المستمع يفهم. كان ما نحبش انا نقول ما تمش لانه يعني فما ايجابيات على قلتها لكن السلبيات اكثر بكثير. محامون بلا حدود باش وصلت عرفت المعطيات وحفظت احصائيات تتعلق بتطبيق هذا التنقيح، قامت بمراقبه 150 قضيه تتعلق باستهلاك المخدرات ما بين الفتره الممتده بين 2017 و31 ديسمبر 2019. دونك اجمالا النتيجه السلبيه ودون المطلوب نجم نعطيك المعطيات المستخلصه من هذه القضايا. اولا والاهم التنقيح كان الهدف نتاعو الاول هو تنقيص من نسبه عدد المساجين خلى المجال عند السلطه التقديريه للقاضي، معناها التنقيح لم يلغي العقوبه السجنيه،
لكن خلى لو بوفوار نتاع القاضي في انه يقدر هل معناها نمشي نزول حبس ولا لا. اعطيني الاحصائيات توا بمراقبتكم انتم منظمين بلا حدود، اعطيني عدد القضايا اللي فيها استهلاك، قديش من قضيه مشيت للايقاف والحبس. هو نحن بوسكو نجموش نراقبوا القضايا الكل، خلينا انسيغمون نتاع قضايا، مجموع قضايا متفرقه ترابيا على تقريبا كامل الجمهوريه تمثل عددها 150 قضيه. لاحظنا من خلالها انه نثبت عدد المساجين ما قلتش منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبالعكس بل وارتفعت في بعض الاحيان. مثلا نثبت المحكومين بموجب القانون عدد 52 عدد 92 في 2011 بلغ 2875 مقابل 2922 في 2017، معناتها العدد ارتفع تقريبا 50 محكوم. في 2018 كان العدد تقريبا هو 2574. اذا الهدف الاول نتاع التلقيح هذا اللي هو كان الهدف السياسي الاول لتجنيب الاكتفاء اكتظاظ السجن، نعرفوا لي سجون طوطيه فيها طاقه استيعاب في حدود 17000 سرير، بينما نحن عندنا مجموع عدد المساجين يبلغ في 2018 مثلا 24000 سجين، معناتها فما تجاوز ب 40% من نسبه طاقه الاستيعاب القصور. هذا التلقيح ما نجحش في هدفه الاول، ومازال عندنا اكتظاظ ومازال معناها يطبق حكم السجن، معناها التنقيح اللي صار في الفصل في قانون 52 في فصل 4 انه السجن من عام الخمس سنوات هذاك معناها المفروض ما يتمش تطبيقه، لكن حسب ارقامكم انتم قاعد يطبق ويطبق بقوه هذا كيف قاعد يطبق. اكثر من هذا حتى في القضايا التي لا يتم الحكم فيها بسجن نافذ معناتها صورتي كهو ولا بخطيه فقط، المتهم الذي تم ايقافه بصفه تحفظيه يكون قد قضى مده تتراوح بين شهر وثلاثه اشهر في ايقاف تحفظي في السجون، معناتها في اخر الامر حتى لو كان ايفونتيلمون عدد المحكومين باش ينقص عدد الموقوفين تحفظيه ماهوش باش ينقص هو بيده. ونفكر مقولة الجوريست فرنسي معروف برشا هو مارك أونسيل، قال 24 خوخ دو تريزون بوف ديتخويغ اون اكزيستونس اونتيير، فما بالك اكثر من 24 ساعه. سي راغب الزويري، انتم كمحامين بلا حدود ما قابلتوش السلطات سواء السلطات التشريعيه او رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه اللي زاد موقفه مع عدم تطبيق العقوبه السجنيه، معناها نحكي على الاستفخفاخ، هل سعيتوا في سؤال هكا في ايجاز جاوبني عليه، هل سعيتوا الى التأثير أو أنكم تقوموا بعمل مقابلة الشخصيات هذه أو السلطة هذه؟ هو عملنا كان منهجي ومنهجي من الناحية القانونية، كنا قد شاركنا في الملتقيات ونظمنا نحن بينا الملتقيات مع اللجنة المكلفة بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية وهي لكلي دي فوت ولكلي في غونغليغ نتاع المحاكمة العادلة. تم صياغة مجلة ثورية، انتهاء الصياغة كان في أكتوبر 2019. راسلنا وخاطبنا جميع السلطات للتسريع. هل جاوبوك؟ كان فما إجابات ماهيش علنية وذمية اللي باش يحاولوا يمروا لا يعتدوا بها في القانون الإجابات الضمنية. على كل سي راغب نشكرك، راغب الزواوي منظمة محامون بلا حدود، انتم عندكم نهار 19 و20 ويبينار على الإيقاف التحفظي بمشاركة عديد الصحفيين على حد علمي هكا سي راغب. سيدي كونوا في الموعد. شكرا راغب، شاي طيب ممثل على المحامون بلا حدود في بوان جمعيتي. بوان جمعيتي شمس فم جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي بعد الأخبار.